أيام مرت إذن على وقوع زلزال، جروح الألم لم تندمل بعد، لكن الأمر الواقع بات يقتضي الآن تجاوز الصدمة والتحضير لمرحلة ما بعد الكارثة. في تركيا بدأ الحديث عن خطط إعادة الإعمار ومواعيد البدء فيها، وذلك في الولايات العشر المتضررة. فعمليات رفع الأنقاض وإزالة أثار الزلزال بدأت في بعض البلدات، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ في أخرى، كما ردد ذلك مرارا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فإن أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة ستنطلق خلال أيام. التأكيد جاء على لسان وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كروم، الذي أعلن أن أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزالين ستبدأ نهاية الشهر الحالي. ولحد الآن فإن حصيلة الدمار تبدو كبيرة، فنقلا عن الوزير التركي دائما، فإنه تم تحديد 41,791 مبنى متضرر من الزلزالين في الولايات العشر، علما أن عملية تقييم الأضرار لم تنتهي بعد بشكل كلي.